واش تكسيروها؟ إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من الناظور، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، ونتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. احنا اليوم كنتواجدوا في المحطة الطرقية بمدينة الناظور مع أحسن سائق مهني هنا بمدينة الناظور، يعني اللي ديما ناشط وديما فريج وديما لابس الكوستيم. وطبعا هذا السائق هذا محمد أعراب اللي طبعا هو صباح خدام ثاني أيام عيد الأضحى. سي محمد عيدك مبارك سعيد وكل عام وأنت بألف خير. سي محمد طبعا اللي هو سائق مهني مشهور هنا في مدينة الناظور، اللي طبعا استضافوه قنوات يعني قنوات وطنية، وهو أيضا يعني كيف ما قال لنا بأنه أنا أصبحت في العيد خدام. سي محمد غادي نسولوه وغادي اكتشفنا يعني الأسرار مثيرة حول الحياة المهنية لأول مرة على قناة شوف تي في. سي محمد عيدك مبروك. كيف دوزتي العيد؟ سي محمد ديما لابس الكوستيم وديما ناشط، شنو هو سر التألق هذا؟ ياك وانا السلام عليكم. السلام عليكم، مبروك عواشركم، عيدكم مبارك. اليوم الثاني عيد الخدمة اللي خدمنا اليوم، نط غادي نخدم إن شاء الله لأجل الزوار. فينا ما يريحوا ثلاث أيام أربع أيام سيمانة، لكن لا، غادي لأجل المواطنين، غادي يمشيو يديروا زيارة صلة الرحم ويمشيو لأهل ديالهم. حنا خصنا نضحيو ونمشيو ونكافحوا ونديروا يديروا الزيارة ونطلعوا فيهم وكل شيء مزيان إن شاء الله. وعيدكم مبارك. الخطوط اللي كدير السي محمد؟ جميع الخطوط كندير، لي زوت الخطوط لي زالين كلشي ديال المنطقه والمطار كاع والثانية كلشي. الناس كيسولوك هنا كيقول لك ديما لابس الكوستيم، واش انت ديما لابس اصلا الكوستيم؟ ما مرحبا، الكوستيم راه ماشي شي حاجه، يندم زويل كيعاونني الخدمه ديالي. اي واحد كيبغي الكوستيم، اي واحد كيبغي الاناقه، كاين شي واحد كيجي هنا غادي يلقى الاناقه يسمح فيها يمشي لحاجه اخرى ما يمكنش. وشكرا، احتراماتي لهم. شحال انت خدام في هذه؟ شي 12 عام تقريبا. يعني كنشوفوك مع السياح، مع مرحبا، عطينا الكثير. السياح ماشي وصلنا لهم هكاك، حتى كافحنا خدمنا المجهودات عاد وصلنا لهم. يعني الناس كيعيطوا لك، منين كيعيطوا لك الناس دابا؟ اي كيعيطوني من الخارج، من المنطقه، من الناظوره، من الحسيمه، من وجده، جميع المناطق المغربيه. دابا الخط ديالك فين غادير هذا الخط ديالي؟ كندير العروية وكندير المطار. اصلا المطار هو الاخر، هو المحطة ديالي، وهنا العروية والمحطة هنا الناظور، جميع المناطق الاخرين بالتليفون وكذا عندي الحق تماما. احكي لنا شوية على سر التعلق ديالك، علاش الناس كيبغيوك بزاف؟ الناس هنايا كيبغيوك بزاف. انا كندير معاهم غير المزيان، كندير معاهم حاجه زوينه، كنقدم اعمال مزيانه، طويله نقيه، شيفون نقي، المستوى مزيان، لا مستوى الكلام، لا في التطبيق، لا في اي حاجه. ياك سميتو؟ لا معليش، معليش اذا نقي عجبات معاك سوطت، لانه شنو كتبغي تقول للجاليه اللي جايه بغيت تحكي فيهم؟ طبعا كنقول لهم عيدهم مبارك، مرحبا بهم عندنا ان شاء الله، تهلاو فيهم ونصاريوهم الحريه ديالهم تماما، مرحبا بهم كاملين. سي محمد أعراب دائما يعني الناس كتشوفك بالكوستيم، كتشوفك يعني لابس الكوستيم، واش يعني ما هذه البدله هذه ما تقدرش تخلى عليها شي؟ لا انا ما يمكنش كاع، انا عادي عادي ما كنديرهاش للناس، كنديرها كنبغيها انا. ياك سيدي؟ اه ما كنبغيها، يعني كنديرها ماشي كديرها الراس. لا يعني كنديرها الراس، ما كنديرهاش، ما كنضربش حساب للرأي العام شي حد. لا تماما. يعني وفاش كتكون يعني ما خدامش ولا كتلبس الكوستيم ولا ديك الساعه حاجه يعني لا يعني كنلبسو واخا نمشي نسوق، انا ماني مريح مع مساري في الدار الا الجامعه. لا الجامعه عنده الجامعه، ايوا الجامعه كنمشي له بالجلابه شي كسوه بيضاء واخا الكوستيم الجامعه. انا كنمشي ما بغيتش ولا عندي شي نقصان ولا ما عنديش ثقه، لا ما
سوا ديال الجامعة باينة. لا شكرا. شكرا بارك الله فيك سي محمد أعرب. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، هذا هو محمد أعرب اللي هو الأحسن وأشهر سائق مهني في مدينة الناظور أو في إقليم الناظور، اللي طبعا اللي معروف بالأناقة ومعروف اللي كيلبس ديما الكوستيم، وطبعا والناس والسياح اللي كيجيو عنده من مختلف المناطق طبعا باش يسافروا معاه، واللي كيمشي لجميع اتجاهات طبعا هنا في المنطقة ديال الشرق وجدة العسيمة ميدار دريوج وإلى غير ذلك. أنتم كيف ما كتشوفوا الأناقة والكوستيم سي محمد أعرب. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، وصلنا لنهاية البث المباشر من الناظور، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.